بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيتكلم بوجه عام عن رعايه نباتات الزينه والاسمده اللي بتتعطلها، واهم الاسمده ونوعيتها، ونعتني ازاي بنباتاتنا في فصل الشتاء ونديها نبات ايه. وبعد كده هنتكلم كمان عن اهم الافات اللي بتصيب نباتات الزينه، وهي حشره المن، وهنا آفة للأسف بتصيب نباتات الزينة وبتصيب معظم أنواع الزراعات، وأهم طرق مكافحتها، وإزاي إحنا في مكافحتها اللي هي بالمبيد نتلافى إن إحنا يحصل عندنا أي أضرار من استعمال المبيد ده. ونسأل ربنا أنه يعافينا جميعا من حشرة المن، ويا رب إيه يعني ما يا ربنا يعافينا وما حدش يشوفها خالص. اتفضلوا حضراتكم، وأتمنى الفيديو إن شاء الله يعجبكم، وطبعا إيه أنا يسعدني ويشرفني تساؤلات حضراتكم في أي وقت. اتكلمت مع حضراتكم في الاول عن موضوع تسميد نباتات الزينة المنزلية او الاندور. طيب بشوف الصراحة فيديوهات كتير وحاجات كتير بتنزل عن الموضوع ده، وفي بصراحة كلام بيتقال منطقي وواقعي، وفي كلام ملوش علاقة بالواقع. بصوا حضراتكم، مبدئيا نباتات الزينة اللي داخل البيوت انا على طول الخط ضد ان انا استعمل فيها اي سماد طبيعي او اي حاجة من اصول طبيعية، ده عشان اكون واضح وصريح مع حضراتكم يعني. فاحنا جوه البيت هنستعمل الحاجات الصناعيه او الكيماويه فقط. طيب الكيماويه بقى عباره عن ايه؟ الاساس في اي سماد ثلاث مواد او ثلاث عناصر، النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفات. الثلاث حاجات دول هم اللي بيكونوا الثلاث عناصر الاساسيه لاي سماد. طبعا بيضاف لهم بعد كده ممكن عناصر غذائيه من المعادن وغيرها، وكمان ممكن يتعمل اسمده من الاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه دي كمان بتساعد على ظهور البراعم في النباتات. ده في اي نبات يعني بوجه عام، لما تكون حضرتك زرعه في الارض وكده وبعدين تحط له الاحماض الامينيه دي بتخليه يطلع البراعم بتاعته، بس طبعا لازم يكون قديم في الارض. انا مبدئي من الاول انا ما بعملش دعايه لحد ولا بقول اسامي حاجه، بس كمبدا انا بقول لحضرتك الاساس في الاسمده نيتروجين بوتاسيوم فوسفات NBK، هي اسمها كده. بيتضاف بعد كده عناصر غذائيه معادن بتاع، وبعدين بتجيب حضرتك السماد اللي هو فيه الاحماض الامينيه، وده بيساعد على ظهور البراعم في النباتات. تمام. انا بصراحه عشان ابقى امين مع حضراتكم، انا ما بسقيش الزرع بميه الا في اول مره بس، وهو يعني زي دول كده هيتسقوا بميه دلوقتي، ولازم اول مره تبقى ميه غزيره وكتيره. طيب كلام جميل. طيب بعد كده انا مش هسقيها ميه؟ لا ده انا هسقيها، بس زي ما قلت لحضرتك يعني في الصيف كل اسبوعين مش هتحط ميه، الميه هيبقى متدوب فيها العناصر الغذائيه اللي قلت لحضراتكم عليها، بحيث ان الزرع لما حضرتك هتقعد اسبوعين ما سقيتهوش وجاي تسقيه هيبقى الزرع عايز الميه، فانت منزله الميه معاها العناصر الغذائيه، ففي ساعتها هيمتص منك العناصر الغذائيه. في حاجه مهمه جدا كمان، دلوقتي حضرتك عايز تعرف الزرع بتاعك نموه سليم وصحته كويسه ولا لا، حاجه بسيطه جدا، بتمسك حضرتك الورقه كده وبتضغط بايدك بالراحه خالص، لقيت الورقه جايه معاك ناشفه ومتماسكه، الزرع بتاعك كده سليم وصحته تمام ومفيش اي مشاكل. الورقه بقى طريه ومش واقفه على حيلها وزي عامله كده زي ورقه الجرايد ومش عارف ايه وكده، لا يبقى الزرع بتاعك حضرتك كده في حاجه غلط، ولازم تعمل وقفه وتراجع وتشوف انت محتاج لايه. تمام، عشان ما نسيبش الزرع يتعب مننا وممكن يموت خالص وما نلاقيهوش. كلام سليم كده؟ راعوا حضراتكم. طبعا البوتاس الحمد لله قلنا امراضه بتتلخص تقريبا في زي كتله ميه او قله ميه، وبرده عشان في ناس كلموني في حكايه الجينويره بيقول لي انا بقول بتشرب بشراهه، ايوه بتشرب بشراهه، بس مش معنى كده ان انا اقعد ادردب لها في ميه. وكل النباتات على فكره بتحب تترش، لو عندك امكانيه انك تجيب بخاخه او كده، يشوف المكان عندك يسمح انها تتبخ في مكانها، او تاخدها في الحمام تبخها على الورق ده بيلمعها ويطلع التراب اللي فيها وكده، وبرده بيفتح المسام بتاعتها. يسمح المكان عندك بكده خير وبركه، ما يسمحش ممكن حضرتك تعمل الموضوع ده في الحمام وبتديك نتائج كويسه جدا. كل النباتات تحب كده تقريبا فيما عدا الجينوره، لان قلت قبل كده ان الجينوره دي بالذات ما ينفعش الميه تيجي على الورق بتاعها، لانه بيجيب لها فطريات وبيعفنها وممكن يؤدي لموتها، فالجينوره بالذات ما تجيبش الميه على الورق بتاعها. طيب اتكلمنا كده عن العناصر الغذائيه الاساسيه، وقلت انا مش بقول ماركات معينه او اسامي معينه لان انا مش بعمل دعايه لحد، بس انا بتكلم مع حضراتكم عن الاساسيات اللي عايزها الزرع في النمو بتاعه. تمام كده؟
دلوقتي حضراتكم شايفين صورة حشرة، ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش أو بتشوفها صدفة أو تفتكرها أي حاجة كده. الحشرة دي اسمها حشرة أبو العين. الحشرة دي بصراحة إحنا لما بنشوفها بنعرف إن دي بداية الصيف عندنا في مصر. الحشرة دي للي ما يعرفش حشرة مفيدة جدا ونافعة جدا، لدرجة إن وزارة الزراعة نفسها بتربيها في معامل عندها وبتطلقها في الحقول والغيطان والأماكن العامة، لأن الحشرة دي هي العدو الطبيعي لحشرة المن. حشرة المن دي بتصيب للأسف الشديد غالبية أنواع نباتات، سواء نباتات زينة، نباتات حقلية، فاكهة، خضار. معظم النباتات للأسف الشديد ما بتنجوش من شرها، والعدو الطبيعي الوحيد لها هو حشرة أبو العيد اللي حضراتكم شايفينها دي. وهي حشرة يعني ما تقلش في فايدتها للبني آدم عن حاجة زي نحل العسل أو دود الأز. بس هو للأسف أنا حبيت أقول المعلومة دي كده مع في على السكة كده. لا إيه طبعا هي مش معقوله حد يدخلها البيت عنده عشان تكافح المن والحاجات دي، بس دي معلومه كده ايه سريعه حبيت اقولها لحضراتكم، ويا ريت لو حد شافها يعني ايه ما يأذيهاش ويسيبها في حالها او ما يحاولش يرشها بحاجه، لانها ما فيش منها اي ضرر للانسان، بل بالعكس دي العدو الطبيعي الوحيد لحشره المن. بالنسبه لحشره المن زي ما قلنا اللي لو هي بسيطه عندنا في البيت، وهجيب لكم برضو صور ليها وكده، لو هي حاجتها الاصابه بيها بسيطه في البيت يبقى احنا بنبدا معاها بسائل الصابون. للأسف لو زادت عندنا العملية والحشرة دي زادت عندنا يبقى مفيش قدامنا حل إلا المناسيون. دلوقتي أنا هعرض لحضراتكم شوية صور لحشرة المن، وفي صور منها مكبرة للحشرة نفسها، يكاد يكون من المستحيل على الإنسان اللي عنده كاميرا عادية أو كاميرا موبايل أو كده أنه يعرف يصورها. دي طبعا متصورة بكاميرات معينة بتجيب صورتها، وهي للأسف الشديد يعني حشرة طفيلية بتتطفل على النبات زي ما قلنا قبل كده وشبهناه بحاجات تانية، إن هو بيتطفل على النبات عشان يمتص العصارة منه اللي هي الغذاء بتاع النبات. فوجوده طبعا مع وخصوصا مع نباتات الزيلة لانها غالبا بتبقى نباتات صغيره في الحجم، ده وجوده بيبقى قاتل للنبات، وهو ده اللي بيضطرنا للاسف الشديد ان احنا نلجأ للمبيدات والحاجات دي. يعني رغم المشاكل اللي بتترتب عليها بس احنا مضطرين للاسف نكافح الحشره دي. وزي ما اشرت ان الحشره دي للاسف الشديد بتصيب غالبيه انواع النباتات. حتى حضراتكم لو تلاحظوا شجر الكافور اللي بيبقى مزروع في الشوارع، لو تبص في الورق من تحت هتلاقي للاسف الشديد بيبقى مليان من دي. فنتمنى طبعا انا جايبها لحضرتكم عشان تبقوا عارفين شكلها، نتمنى ان ايه يعني قدر الامكان كده ايه ربنا يعافينا منها وما حدش يشوفها في الزرع اللي عنده، وايه ونتمنى طبعا تنتهي خالص، بس ده للاسف ايه طبعا حلم بعيد المنال. فانا ايه حبيت ان انا اجيب لحضرتكم صور لها، وزي ما قلت لحضرتكم دي صور بكاميرات معينه، كأي كاميرا عاديه مش هتقدر تجيب الصور بالوضوح ده. في ناس سالتني لما اتكلمت عن جنويرة واتكلمت عن السيسوس وقلت يتسقى الملاسيون، هل الملاسيون ده لما نستعمله في البيت ملوش محاذير؟ لا له محاذير. يعني مثلا ودي معلومه خطيره جدا ولازم حضراتكم تعرفوها، الملاسيون لما يترش في البيت ما يكونش فيه طفل من الاطفال الصغيرين لحد 6 سنوات ما يكونوش موجودين في البيت او يكونوا موجودين في مكان بعيد. فنصيحه لحضراتكم يوم ما هترش الملاسيون ده، لو كنا احنا اول قلنا لو حاجات بسيطه هنبدا بسائل الصابون، كبرت العمليه او العمليه مش نافعه مع سائل الصابون يبقى هنستعمل الملاسيون. مع استعمالك للملاسيون ما يبقاش فيه اطفال للبيت، وانا بقول وبحذر ما حدش يستعمل الملاسيون مع وجود اطفال في البيت. طيب دي حاجه. حاجه تانية قلنا الزرع كله بكل نباتات الزينه تقريبا الا في حالات نادره جدا بتحتاج لاضاءه قوية جدا بس من غير التعرض للشمس، وكمان بتحتاج للدفء. طيب في حاجات زي مستر كوين المية بتاعتها بتبقى خفيفة جدا لانها اصلا نبات جاي من شجر اسمه كينا، شجر استرالي، بيبقى جاي من مناطق جافة اساسا، فده السقي بتاعه بيبقى ايه حاجة بسيطة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم في كل النباتات بتاعتنا احنا في الاول ما زرعت خلاص هنسقي مية، بعد كده الزرع ما بيشوفش المية دي لوحدها، لازم بياخد معها العناصر الغذائية. طيب هنيجي بقى لنقطة مهمة جدا دلوقتي. خلاص انا ماشي قلت السقي بالعناصر الغذائيه دي بتشتغل معانا من شهر 3 لغايه النص الاول من شهر 9 زي جمهوريه مصر العربيه وكل البلاد اللي ايه القريبه مننا ونفس درجه حرارتنا. طيب خلاص نص شهر 9 ودخلنا في النص الثاني وبدات الدنيا تسقع، هل انا هبطل اسقي الزرع او هبطل اديله اي عناصر غذائيه؟ لا طبعا الكلام ده ما يحصلش. بس مثلا الزرع اللي بيتسقى مره كل اسبوعين هيبقى مره كل شهر، واللي مره كل اسبوع الحاجات اللي بتشرب ميه كتير ممكن تبقى مره كل اسبوعين. طيب مفيش عناصر غذائيه بتتعطى للزرع في اثناء فصل الشتاء؟ لا، في حاجه واحده بتتعطى للزرع في فصل الشتاء اسمه البوتاسيوم الازرق.
وخلي حضراتكم فاكرين جدا المسمى ده بوتاسيوم ازرق، هو زي البوتاسيوم الثاني بس متضاف له عناصر غذائيه معينه اسمه بوتاسيوم ازرق، وبرده بيتباع عند الناس اللي بيبيعوا نباتات الزينه. ده حضرتك بتحطه على الميه، التركيز برده الراجل اللي هيقول لك اللي هو بيبيع لوازم نباتات الزينه، وبتسقي بيه مره كل شهر، وبتراعي لما تسقي بيه في الشتاء ان اليوم اللي هتختاره مثلا ايه كمثال، مثلا حضرتك اجازتك يوم الجمعه والسبت، فبتشوف مثلا يوم يكون الجو فيه صح وكويس في الشتاء شهر بقى 10 11 12 لغايه شهر الكلام ده، لغايه شهر يعني ممكن تعمل الكلام ده لغايه شهر 3 وتبدا تسقي بالحاجات الثانيه من شهر 5 او شهر 4، لان هي برده دايما شهر 3 ما بيبقاش الجو فيه صح صح قوي، فنعتبره الكلام ده مثلا نقوله ايه ابتداء من شهر 10 لغايه شهر 2 او 3، خلينا ماشيين مثلا من شهر 10 لغايه شهر 3 وابدا بالحاجات الثانيه من شهر 4. هتيجي حضرتك مره في الشهر تعمل البوتاسيوم الازرق وتسقي بيه النباتات بتاعتك في الشتاء، بكده حضرتك هتعدي بيهم فصل الشتاء اللي هو يعتبر اصعب فصل على نباتات الزينه، ونتمنى ان الفصل ده يعدي علينا من غير خسائر، لان الناس في ناس كتير للاسف بتهمل الزرع بتاعها في الفتره دي، فللاسف حاجات كتير بتموت من الناس في الفتره دي. فنتمنى طبعا حضرتك يعني او عايزين توجهوا لي اي اسئله انا تحت امركم او تسالوا اي حد، بس بحيث ان ايه نباتات الزينه بتاعتنا يعدي عليها جميع الاوقات وهي بخير وما ينقص منها حاجه، ونكمل بيها، ونباتات الزينه لو تعتني بيها تقعد معاك الى ما شاء الله وتطلع لك خلفات. واشرت قبل كده ان ممكن نباتات الزينه تتحول مع حضرتك من هوايه ممكن برضو تبقى مصدر للربح المادي. طبعا انا بيسعدني جدا تساؤلات حضراتكم واقتراحاتكم، واتمنى لو الفيديو عجبكم ان حضراتكم تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.